مثلت مدينة أبو ظبي قبلة عديد الأندية السعودية التي اختارت الإمارات لمعسكراتها الصيفية. فريق العروبة ساعد حديثا لدور المحترفين لم يخالف القاعدة التي ضمت إلى جانبه الهلال والشباب والفتح. فريق العروبة الذي تعويزه خبرة دور الكبار يدخل الموسم الجديد بتطلعات كبيرة وأحلام أبناء الجوف في المنطقة الشمالية. الدوري طويل بإذن الله، احنا نحاول نثبت أقدامنا في الدوري قدر المستطاع بقيادة الكابتن جميل، كوكبة من النجوم الموجودين معانا في الملعب، وإن شاء الله نحقق الطموح بإذن الله. الفريق السعودي عزز صفوفه بالمصري إبراهيم صلاح نجم الزمالك الأسبق، والمالي إلياسو لاعب المصري البورسعيدي، والأردني عبد الله ذيب، على أمل تحقيق الأهداف وإعطاء الإضافة للفريق. أقول إن دي تجربة جديدة لينا في الدوري السعودي، أول تجربة ليا بعد نادي الزمالك المصري. طبعا نادي الزمالك نادي كبير، متعود إن أنا بلعب على البطولات. إن شاء الله السنة دي تكون خير، اللعيبة المحترفة كلها لعيبة كويسة، إلياسو عبد الله وأنا، وإن شاء الله يكون في محترف رابع يكون إضافة. العروبة يدخل الموسم الجديد بلاعبين صنعوا مجد الفريق في التأهل كبطل لدوري الدرجة الأولى، من أبرزهم القائد خلف علي والحارس رافع الرويلي. الحمد لله، يعني الموسم اللي الماضي يعني كان موسم استثنائي، الجميع يعني جميع اللاعبين، يعني مو بس رافع الرويلي، لكن الحمد لله أنا الحين لاعب أرباوي وما أحب أخوض بالأمور هذه. جاتك عروض ولا ما جاتك عروض من فرق أخرى؟ لا ما في عروض، ما في عروض رسمية زي ما تحدثت عليها كل الصحف السعودية؟ العروض كانت اجتهادات صحفية لا أكثر فقط. إصرار وعزم كبيرين على تثبيت الأقدام لفريق العروبة في انتظار ضربة البداية لموسم مليء بالتحديات. نبيل جابسي، العربية.